يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. آفة جديدة هي الأخطر عالميا، تشهد تفشيا داخل أوساط المجتمع العراقي. عشرات من حالات تعاطي المواد المخدرة تم ضبطها في العاصمة بغداد والمحافظات، خطر يحدق بالفئات المجتمعية دون ما تمييز بعد انتشار ظاهرة تعاطي الأرجيلة وانتشار المنتديات الليلية والأماكن المشبوهة التي تحمل اسم المقاهي كستار لها. حاليا انتشرت المخدرات بشبابنا عن طريق الكوفي شوبات وعن طريق الأرجيلة، أكثر من 35 حالة مكاتبنا المنتشرة في بغداد الكرخ والرصافة. أكثر شيء هي المواد تقريبا في الوقت الحاضر التسعينات، وأيضا توجد لدينا مواليد الثمانينات والسبعينات، لا توجد اختصار في أي مواليد. قيادة شرطة بغداد عقدت ندوة موسعة حول انتشار تعاطي المخدرات، حضر فيها مجموعة من الأكاديميين والمختصين فضلا عن ممثلي الجهات المسؤولة، كما تم إحضار مجموعة من الأشخاص المتورطين بالتعاطي ليشرحوا كيفية وقوعهم في براثن هذه السموم بخدع ودوافع عدة. منطقة يوم واحد يشرب نرجيلة هو ما يعرف بشر. ما أعرف، أنا أبغى نرجيلة عادية يعني. وبعد يشرب منها ثلاث أيام ما نبي. وهناك مجموعة من المغريات التي تقع في شراكها مجموعة من الفئات المجتمعية ومن الجنسين على حد سواء. أبرزها أن بعض المواد المخدرة تساعد على تخفيف الوزن أو زيادة الخصوبة والقدرة الجنسية فضلاً عن هامش من المسرة بعد عناء يوم طويل. هذه العناوين تعطى تحت عنوان أنه ممكن تقدم لك خدمة فيها العكس من ذلك لو صار الإدمان عليها وصار تناولها بشكل مستمر. هذا وقد كان العراق قبل الغزو الأمريكي عام 2003 يعتبر من البلدان الخالية من تعاطي المخدرات، إلا أن الفترة التي تلت هذا التاريخ كانت مغايرة جدا. انتحار مؤجل هو ملخص الحياة التي يعيشها متعاطو المخدرات، أما هذه الندوة فهي ليست تعريفية بقدر كونها تأكيدا لوجود هذه الحالات داخل المجتمع العراقي وضرورة التصدي لها بكل الوسائل المتاحة. من بغداد حسين أحمد، قناة بلادي.